حلقتنا لليوم من المكونات الخاصة رح نتعرف على السالمون المعروف بفوائده العديدة. الشيف جوزيف اليوم رح ياخذنا برحلة بحرية لنتعرف سوا على أطيب أطباق السالمون. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ شكرا الله. شو محضرنا اليوم يا شيف؟ اليوم من حلقات السوبر فود كمان. ما ننسى سمك السالمون بالإجمال، سمك السالمون هو من يعتبر من السوبر فود لأنه عالي بالفيتامينات بالبروتينات وبالأوميجا 3. أوكي. فاليوم حنعمل كم وجبة بيتعلقوا بالسالمون اللي هن مفروض أكيد نحن قد ما فينا ناكل سمك بالأسبوع، يعني إذا فينا ناكل مرة أو مرتين سمك بالأسبوع ممكن كتير منيح. أول طبق حنعمله حيكون هو برز مع رز الاسود اما الوايلد رايس اما ري سوفاج، وثاني طبق حيكون مثل يخنه مع سالمون اللي هي في لنعرف انه مش اجباري بس ناكلها بشويه اما بالفرن فينا نعملها بيخنه اما شغله. وحعلمك كيف بيعملوا السالمون المدخن بس على الطريقه السخنه مش على الطريقه البارده. اوكي.